مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم اليوم في حلقه جديده من برنامج مانو. زي ما عودناكم باستضافه النجوم، ضيفنا اليوم واحد من اعمده الكره الليبيه وواحد من اللاعبين اللي خلدوا تاريخهم باحرف من ذهب في سجل الرياضه الليبيه والعربيه، الكابتن طارق التايب، للمره الثانيه على التوالي في مانو. اهلا وسهلا بك، شرفت. اهلا وسهلا بك محمد، واهلا وسهلا بك. ونستنى كابتن اليوم، وهذه ثاني مره كليكيت، ثاني مره ان شاء الله يكون اللقاء معنا خفيف الظل على الجمهور. كل سنة وانتم طيبين. كابتن، نتكلموا على أول حاجة على تطورات طارق التايب. شفنا تو طارق بدأ يخش لليبيا أكثر، بدأ يحضر في محافل دولية ليبية أكثر. شن المشروع الجديد وشن صار في مباراة الاعتزال؟ والله شوف، طبعا بسم الله، طبعا العودة برنامجنا برنامج رياضي، مشروع رياضي، وعطينا الناس المسؤولة في الدولة يحاولوا يتبنوا منها. تعرف أنت كرة قدم مو مشروع دولة، لازم تساهم فيه بشكل كبير. ان شاء الله عندي مشروع معنا كبير، ما نحبش نتكلم عليه، لكن ان شاء الله في الايام القادمه حيار النور، وحتشوفوا شيء معنا نطلعوا اشياء لمستقبل ليبيا. ليبيا عند المواهب تحتاج الى الصقل والاهتمام، وان شاء الله السنوات القادمه تكون معناها سنوات افضل كره قدم الليبيه، خاصه نتكلم على اخر 19 سنوات مرينا بخيبات كثيره. و ليبيا ما عندنا الامكانيات، صح مرينا بظروف وحدات، لكن هذا ما يمنعش انك انت الرياضه تكون هي معناها الواجهه للبلاد، زي ما نشوف احنا في باقي الدول العربيه. ان شاء الله السنوات القادمه تكون معناها السنوات معناها الرياضه الليبيه تزدهر، وخاصه كره القدم تعود للواجهه من جديد. شفناك كابتن في مباراه الكاميرون الاخيره في تصفيات كاس العالم تحفز في الشباب، انت نظرتك عم تتفرجت على المباراه كيف كانت للفريق وين ممكن يوصل في التصفيات هاي؟ والله شوف، خلينا نكون واضحين، طبعا كان لي شرف اني انا اكون في مباراه المنتخب معنا ضد الكاميرون، مباراه كبيره جدا، غياب المحترفين الليبيين، اغلب اللاعبين اول مره معنا يشاركوا مباراه دوليه رسميه. المباراه كمستوى فني كان مستوى تحت المتوسط، لكن تحفيزنا للاعبين كيف يشوفوا معنا لاعبين لاعب قدوه، لاعب مثلا ممكن اغلبيه اللاعبين ما عصروش مرحله طارق التايب، يشوفوك معنا على اليوتيوب تكون حاضر في المباراه محفز. الحافز ممكن يكون في مباراه الاثنين مازل، لكن على المدى البعيد تحتاج الى معنا استراتيجيه وخطه طويله المدى. اول مبارتين معنا فوز تعادل مهم جدا، وتتعادل مع الكاميرون اللي مدجج بالنجوم، وزي ما قلت لك منتخب ليبيا غياب المحترفين اللي ما كانوش حاضرين في المباراه واللعب باللاعبين المحليين فقط، يعتبر مش انجاز لكن يعتبر معنا مباراه كويس، تعتبر مباراة جيدة بحكم النقائص، طلعنا بقل الأضرار ولاعبين معنا نقص الخبرة. لكن تتكلم أنت على المدى البعيد، نحتاج معناها لدوري مستمر، دوري منظم، استمرارية مهمة جدا. جدول الدوري هو اللي يكون لك منتخب قوي، بالطريقة هذه ممكن تقدر أنت تقاوم لي بثلاثة أربع مباريات خمس مباريات، لكن على المدى البعيد صعب جدا. تتكلم على تصفيات كأس العالم، الفرق كلها عندها معناها طموحات تمشي كأس العالم، خاصة معناها بالطريقة الجديدة معناها كأس العالم انتهى 10 منتخبات. هذا المنتخب ليبيا الدوري هو اللي يكون المنتخب ويخلي حتى الانديه الليبيه تنافس في المسابقات الافريقيه. طبعا احنا على اساس ان اصعب منافس عندنا في المجموعه اللي هو منتخب الكاميرون، ولكن احنا تفاجئنا في كاس افريقيا ان في مستوى كبير من الراس الاخضر وانغولا، زوز معنا في نفس المجموعه. شوف انت اليوم مثال منتخب ناميبيا تفوق على منتخب تونس، المنتخبات الافريقيه تطورت بشكل كبير، صار في تراجع معنا في منتخبات شمال افريقيا. ممكن الوحيد المنتخب اللي منتخب قوي نعتبره انا هو الان هو المنتخب المغربي، اخر سنتين ثلاث سنوات من كاس العالم فريق ضم مجموعه ممتازه من اللاعبين. لكن زي ما قلت لك ما عادش في فريق صغير في افريقيا، زمان احنا كنا نلعب ضد المنتخبات الافريقيه اللي كانت معناها اسمها صغير، الان اصبح اسمها كبير. تتكلم على جزر القمر، تتكلم على ناميبيا، تتكلم على غامبيا، تتكلم الان على اكثر من دوله افريقيه كانت مغموره في كره القدم. لكن طوروا بايش؟ عملوا اكاديميات، لان بطولات لا تكون منتخب جيد، عملوا اكاديميات وصدروا اللاعبين للخارج. لهذا تشوف انت منتخبات كلها اغلب اللاعبين اللي ينشطوا في المنتخبات في افريقيا كلهم محترفين في الدوري الايطالي، في الدوري الفرنساوي، الدوري الالماني، رغم ممكن ما يلعبوش فرق كبيره، لكن كيف انت تكون عندك 20 لاعب محترف، عقليه، لاعبين محترفين، لاعبين معنا منظمين، يفرق معك داخل ملعب طبيعي بحكم انت دوري المحلي، لا يكون منتخب ولا يخليك تنافس على المدى البعيد. لكن هم في استراتيجيه زي ما قلت لك، الدوله هي مهمه جدا في هذا المشروع، عملوا اكاديميات، كونوا لاعبين من عمر 16 17 ينتقل للدوريات الاوروبيه
بأرخص الأثمان، لكن العائد نتاعها كبير في السنوات القادمة، يعود بالفائدة على المنتخب ونفس اللاعب، وتستفيد هي حتى الدولة من الناحية الاقتصادية من الدخل من العملة الصعبة الدولار، اللاعبين مع المحترفين في الخارج. هذا شوف المنتخبات في أفريقيا الآن كلها تطورت بشكل كبير جدا. احنا المشكلة للأسف في شمال أفريقيا من الدول العربية احنا نتكلموا بالعاطفة بدون ما نتطور، وهذا لاحظناه في السنوات الأخيرة. لكن المغرب حاجة استثنائية يعني. شوف المغرب محمد، المغرب تجهو الدوري المغربي صعب انك تكون منه منتخب ينافس في كأس العالم. كيف الدولة اعطت الكرة مع اللاعبين السابقين، نتكلم منهم عن نيبي، نتكلم عن بصير، عن شيبو، عن عبد العزيز بودربالة، للباحث عن اللاعبين المغاربة المولدين في اوروبا، خاصة في بلجيكا، في فرنسا، في هولندا، اللي كلهم عندهم جنسيات اخرى. انا مشوا لهم لاعبين كبار قدوة، كانوا يشوفوا فيهم في التلفزيون ويشاهدوا فيهم مباراة كأس العالم. اقناع اللاعبين المغاربة المولدين خارج المغرب ان يجوا المنتخب، وهذا منتخب بلادكم، جون بالطريقة، جون بالعاطفة، جون بالمشاعر. شوف معنا المنتخب يكونون المغرب معنا في كأس العالم توصل للنصف النهائي، سيمي فاينل، توصل للترتيب الرابع، هذا انجاز كبير. اللاعب المحلي ما يقدرش يوصلك الى ابعد معنا نقطة تبان في كأس العالم، لازم يكون عندك لاعبين حاضرين ذهنيا بدنيا متكونين تكوين صحيح في اوروبا. اللاعب يتكون تكوين صحيح، ليس انه هو لاعب موهبه، في لاعبين مواهب وامتره كبيره على المسرح ما نجحوش، في اللاعب لي موهبته مش موهبه كبيره لكن اشتغل على نفسه وكان في استراتيجيه، اشتغل على العامل الذهني، لان العامل الذهني هو اللي خليك توصل لمن ابعد نقطه في مسيرتك الرياضيه، وهذا اللي لاحظناه لاتجاه اللاعبين الموجودين في الخارج مهم جدا. شوف في نقطه ممكن مهمه جدا، عندنا لاعبين موجودين في الخارج لكن من اللي يراقبهم؟ لازم يكون عندك كشاف. المغرب عندهم كشافة في أوروبا، الجزائر، تونس، يجلبوا في لاعبين يلعبوا في درجة الثانية والثالثة. محرز انتقل جاي المنتخب الجزائري كان يلعب في لوهافر درجة ثانية في الدوري الفرنساوي، المنتخب الجزائري انتقل لليستر سيتي في الشامبيونشيب، وبعد شفنا معناه محرز المسيرة الكبيرة سواء مع ليستر سيتي ومع السيتي لأن معناه لجدة. لهذا كرة قدم لازم يكون عندك كشافة، عندنا لاعبين يشتغلوا في أوروبا الليبيين مولودين في الخارج، نحاولوا نرسلوا ناس كشافة تبعث اللاعبين الليبيين المقيمين في الخارج وتكوين منتخب مع بعض العناصر من الدوري المحلي. كابتن تون تكلموا على طارق التايب، طارق التايب لو جاء عرض تدريب أو إدارة في ليبيا يقبل أو لا، وعلى شن يختار يعني يختار تدريب أو إدارة؟ شوف هذا يعتمد على العرض والطلب محمد. طبعا شوف أنا الصراحة التدريب لا يستهويني التدريب في الفترة الحالية، مدير رياضي اعتقد هو المنصب المناسب لطارق التايب، خديت فيه دورات. كرة قدم صعبة محمد، شوف مسيرة رياضية 22 سنة بعيد على العائلة، ندخل مجال التدريب صعب، ما نبعد على العائلة أكثر، ولهذا حتى العائلة عندهم معناها حق، عندهم حق على طارق التايب ويحتاجون معناها خاصة في الأوقات الآن المهمة معناها أولادي معناها في سن معناها النضج وفي سن المراهقة، مهم جدا نكون قريب للعائلة. زي ما قلت لك هو عرض وطلب، تكون الخطة واضحة ومعناها استراتيجية، وبعدين تكون عندي صلاحيات كاملة. تبيني نمسك أي منصب في ليبيا سواء في اتحاد ولا في الوزارة ولا في كمدير معناها المنتخبات، عرض وطلب وتكون استراتيجية واضحة، تكون عندي كامل الصلاحيات، ليش لا نقدر معناها نفيد كل ليبيا بالخبرة معناها خبرة كسبتها في خلال 30 سنة. الشباب وين يلعبوا تو؟ ولدي عبد المؤمن يلعب في نادي السد درجة أولى في بنغازي، وابن ابراهيم في المانيا يلعب في ينشط في درجه رابعه، درجه ثالثه درجه رابعه، ويدرس في اداره اعمال. عبد المؤمن هل اثرت عليه تجربه الاولمبي باسم طارق التايب؟ والله شوف طبعا احنا العقليه في ليبيا صعبه شويه. اول حاجه المقارنات لا تجوز، بالنسبه لي لا تجوز المقارنات سواء بين الاب ولا الابن او بين لاعب واخ. كل واحد عنده شخصيته، عنده اسلوبه، عنده هويته. ممكن انا حتى ولدي قلت له نصيحه، ممكن اللقب ينفعك 10%، لكن 90% الباقي عليك انت. كرة قدم تؤمن بالعمل والاجتهاد والالتزام والانضباط، انسى اسم بوكو، انسى اللقب. زي ما قلت لك انت تقدر مثلا ولدي عبده تقدر توصل اذا انت اجتهدت والتزمت وعندك معناها تكون رغبة. محفز اي رغبه، وتكون انت محفز لنفسك قبل ما يكون انا حافز لك. انا نحفزك كل يوم نحفز فيك، لكن لازم تكون هذا الحافز منك انت ينطلق، تكون عندك معناها طموح، عندك الشغف انك توصل معناها لابعد شيء في كرة قدم. مش شيء مستحيل، شفنا الامثله كثيره. محمد صلاح شوف في مقاولين العرب معناه في نجرين معناه يسكن في نجرين، شوف معناه قريب يوصل للنادي مقاولين العرب
في 4 ساعات كل يوم ذهاب وياب من بازل، من مقاولي العرب لبازل، بازل لتشيلسي، فيورنتينا، روما، حاليا ليفربول، وصلنا في التاريخ، هداف تاريخ ليفربول. كرة قدم تؤم بالعطاء والالتزام، ولازم يكون عندك شغف وطموح. لو طارق التايب على ذكر صلاح الدرس الصح يوصل للقمة اللي وصل لها محمد صلاح؟ شوف والله، شوف كل واحد جاء في حقبة معينة، ما تقدرش. أنا كيف جيت تقول لي مثلا، حتى الناس يقابلوني في الشارع مثلا الجمهور يقول لي ريتك جيت في الفترة الحالية. بالعكس، أنا الحمد لله لعبت في فترة فيها معناها لعبت ضد أقوى لاعبين في العالم، لعبت من عمري 16 سنة و6 شهور 94 95 إلى 2016 22 سنة، قابلت معناها أقوى لاعبين في على مستوى العالم، سواء رونالدو البرازيلي، كريستيانو رونالدو، ناني، جيجز، سامويليتو، دروغبا، توري، كله توري. لعبت كرة قدم معناها وعطيت معناها أعطيت كل ما عندي. كانت مسيرة معناها معناها ناجحة، معناها مع صفاقسي الأفريقي، الهلال السعودي، لعبت معناها في مستوى عالي. هل ما ترى طارق عدم تتويج مع المنتخب بعد الاعتزال تو مثلا تقول يا ريت حصلت حاجه مع المنتخب؟ والله شوف، زيد ترفعني اكثر مثلا مع المنتخب، انه منتخب واحد. شوف هو اللعيب دائما منتخب بلاده تكون اكثر حاجه عنده، يبي يجيب له لقب ولا يبي يجيب له بطوله. شوف، تعرف اللقب في المنتخب ايش هو؟ هو لقب في اللعب، مسيره رياضيه، كم لعبت مباراه هو الانجاز قبل البطولات. انا في مسيرتي لعبت ما يقارب 500 مباراه دوليه، 500 مباراه في مسيرتي، من ضمنهم 100 مباراه دوليه. يعني في مباراة معناها كثيرة نسيتهم في الفترة هذه. معناها الدوريات كانوا 12 فريق، إذا بتحسب بالنسبة والنسب والتناسب 12 فريق. منتخبات الأفريقية مش نفس الآن بالكثرة بالمباراة هذه والتصفيات. كيف تلعب 500 مباراة؟ هذا رقم كبير جدا، الاستمرارية مهمة جدا. أوكي، في لاعبين أخذوا إنجازات لكن ما كانوش مؤثرين. ممكن أنا ما أخذتش إنجاز لكن كنت مؤثر في المنتخب اللي لعبت فيه. المنتخب ليبيا صعب، خلينا نكونوا صريحين، ليبيا مثلا في أفريقيا ما عندناش تاريخ القدم. إذا كنا ماذا مدخل ليبيا الوصل نهاية، ممكن نهاية كأس أفريقيا في 82، لكن وصلنا إيه دولة مستضيفة. لكن أنت تتكلم على السودان، السودان ما أحرز على كأس أفريقيا في 56 أو في 57. منتخبات أفريقية جت بعد ليبيا، زامبيا تحصلت كأس أفريقيا في 2012. إذا تبي بنا بطولات أفريقيا سواء كأس أفريقيا أو أندية، لازم تشتغل من الفئات السنية، لازم تكون دوري قوي، يكون عندك محترفين. صعب أنت بلاعبين محليين ذاك الوقت، ممكن 3 محترفين ليبيا، 2 محترفين، كنا انا وجهاد المنتصر ونادر الترهوني. صعب انك انت بثلاثة محترفين تقدر تواجه منتخبات في اوج عطائها في ذاك الوقت، منتخبات كبيره. بالنسبه لي انا الانجاز للاعب هي الاستمراريه. كيف تلعب لمنتخب ليبيا يعتبر هذا، تعتبر خدمه وطنيه، تلعب معنا اكثر معناها 100 مباراه دوليه، هذا بحد ذاته انجاز. كابتن، نتكلموا الفتره الاخيره بعد ما معظم المصراتي دار مستوى كويس ولعب مع الفريق وصل للتشامبيونز ليج، بدت الجماهير تقارن، يعني جماهير الانديه بدت تقارن معتصم طارق، معتصم طارق. كيف تشوفها المقارنه انت؟ والله لازم قلت لك احنا ممكن حكينا تحت الهواء. بالعكس، هو الجمهور، انا نستمتع بالجمهور. انت تبدا تتكلم عن اللاعبين، مقارنه بين الجمهور بين الجماهير المقارنه تجوز، لكن احنا كلاعبين ما تقارنش مثلا لاعب صانع العاب مثلا بلاعب ارتكاز، لاعب مهاجم بتقارنه بيطلب يلعب مدافع، تقارن حقبة طارق التايب بحقبة المصراتي. بالعكس، المصراتي منها مفروض الآن، احنا ليبيا زمان مبنوش على طارق التايب ومحترف. الآن المصراتي كيف يلعب منها في نادي سبورتنج براغا ويشارك معنا في اوروبا ليج ويلعب في الشامبيونز ليج ضد نابولي ضد ريال مدريد، وقدم مستويات كبيرة، وقدم مستويات. مش لازم مستوى، لازم يكون هو موهبة كبيرة. المصراتي بحكم مركز معنا لاعب الارتكاز، هو تسليم السلام، التغطية، افتكاك الكرة، هذه الأشياء اللي حتى في الأحصائيات بعد المباراة يحسبوا اللاعب بالطريقة هذه. خلينا ننصفه شوية كابتن، هو لاعب في زي ما قلت أنت يلعب فكاك أو وسط وراء قدام المدافعين، قصدي صعب أنك أنت تبرز، ولكن هو برز وفي دوريات أوروبية وزي ما قلت أنت قدام أفريقيا كبيرة. شوف، عندك قيمة طبيعية كيف يلعب. أنت تلعب في نادي زي مثل سبورتنج براغا وتلعب معنا في بطولات معنا في أوروبا ليج مدريد، ونادي ينافس في الشامبيونز ليج مع ريال مدريد ونابولي، واخذ معنا مكانك أساسي، معنا أنت ليك قيمة ثابتة في الفريق. زي ما قلت لك، هذا المفروض يبنوا عليه. ما نتكلموش احنا دائما، احنا لما نشوف الجمهور يتكلم على الفنيات واللمسات السحرية واللقطات الفنية، كل لاعب له دور في الملعب وكل مدرب عنده قراءة جيدة. هذا مثلا محمد ينفعني في الظهير، مازن عنده ادوار مختلفه مثلا في خط الدفاع. لا، مهاجمين ما شفتش انا اليوم، ربحتك 3 اشهر.
مازن طبعا كان رابح اليوم فرحان مازن. سجل هدف دولي. أول مباراة دولية ليه؟ أول مباراة دولية أول جول ليه في حياته. الجول سجله أقول لك كيف. لا 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 نذكر إني أنا مرة لعبت هيك في خليط مباراة تو فكنت في الفريق بتاعي كان كابتن علي رحومة. ففي المباراة هذيك كان تطول مباراة اليوم. قلت لي تسجلت مع اليرموك صفوك من أول يوم. اسمع. قالوا كبار ما جي. أربع جوال سجلت في المباراة هذيك. يعطي فيه علي عرفتها. لكن بدي نشوف أحد. لهذا زي ما قلت لك المقارنات بالنسبة لي للجمهور تجوز وبالعكس يستمتع بمقارنات بين اللاعبين لكن دائما كل لاعب يلعب حقبة معينة صعب ونتمنى من المصريات انه يواصل ويكون معنا في المستوى وليبيا هنا المفروض المهتمين بالرياضة في ليبيا يبنوا على المصريات او لاعب منضبط ملتزم استمرارية مهمة جدا لان الناس تتكلم زي ما قلت لك عن الفنيات ما تتكلموش عن تضحيات اللاعب التزام انضباط تتواصلوا مع بعض كابتن لا ما تواصلوش طبعا هي فارق العمر وفارق الجيل لكن قابلنا ممكن تقابلنا مره ولا مرتين ما نعرفش بالضبط تشوف احنا اللاعبين ديما بيننا علاقه مهنيه طيبه ما عندنا شيء مشاكل بالعكس هو طبعا الجمهور دائما هو يحب يطلع مقارنات هذه والاشياء اللي تكون دائما خارج السياق لكن زي ما قلت لك انا نتمنى له التوفيق نتمنى له التوفيق وان شاء الله دائما يكون في مستوى وحتى اللاعبين الان الصغار يحاولوا معناها يحدوا حد المصراتي يمشوا لاوروبا ما يقلقش يتحمل كرة قدم سهلة مش يوم واثنين وثلاثة ولا مباراة اثنين كرة قدم مسيرة تقدر انت تطولها كلاعب تقدر انت تقصرها بالتزامك وانضباطك وحتى لو العمل الداني مهم جدا لهذا نحيين عليه احترافيته تضحيات ممكن الناس تلومه في مباراة سابقة مثل منتخب ليبيا انا ما حضرش مباراة لكن شوف راه لازم اللاعب المحترف تعطي له قيمته تعطيه برستيجه وتقدره بجي المنتخب يلعب بمعنويات عالية طبعا كابتن قبل الهواء بنسربوا حاجه هيك للناس قلت لي في مباراه اعتزال تقريبا من واحده في السعوديه واحده في ليبيا ان شاء الله ولاده وهو البرنامج ان شاء الله قريب لكن باش نعطي التاريخ مرفه تعطينا التاريخ وما صار شيء ما صار شيء فهمت لكن ان شاء الله في مباراه عن قريب في السعوديه ان شاء الله بتكون المباراه الثانيه ان شاء الله بتكون في ليبيا حتى هي معناها مع الهلال اللي في السعوديه في السعوديه طبعا مع الهلال امام فريق معناها يكون اجنبي حددنا كل شيء باقي التاريخ تحدد في الايام القادمه نفس الشيء في ليبيا حتكون معنا فتره قادمه بتكون مباراه مع منتخب ليبيا نحب تكون مباراه اكثر معنا جديه ما تكونش من اللاعبين المعتزلين تكون ضد منتخب مثلا اوروبي وتكون معنا مع منتخب ليبيا ونحدد الموعد ان شاء الله في السعوديه مباراه الهلال هل تم استدعاء الرياضيين الليبيين والله لا صعب شويه وجينا كلهم وقفوا فهمت اول شيء شوف زي ما قلت لك احنا بنلعبها مباراه تكون جديه ممكن اللاعبين اللي يلعبوا معي في الهلال شارك معي ياسر القحطاني الشلهوب ممكن لاعبين اثنين دعيه يعني حتى دعيه ممكن يشارك ممكن لا لان ليش؟ انا حتى تكلمت مع النادي نحب تكون مباراه جديه انا كان جديه رسميه ما تكونش مثلا مش تكون مثلا متقاعدين زي ما قلت تكون مباراه مثلا استعراضيه بشكلها انا نحب تكون جديه نطلع مثلا نلعب حتى نشارك 60 دقيقه على مستوى عالي نلعب تكون امام فريق اوروبي عنده اسم كبير فهمت هذه بالطريقه هذه انا ما نحبش مباراه تكون فيها اكثر لاعبين معتزلين اللي فتره متوقفين على النشاط الرياضي نحب مباراه تكون اكثر جديه اللي قريبه تكون رسميه نتكلموا كابتن تو على الدوري السعودي طبعا الدوري السعودي الفتره هي زخم كبير لاعبين كبار صرف كبير ميديا كبيره قنوات كبيره كل شيء مهيئ في الكره السعوديه هل طارق التايب مرات يقول لو جيت في الوقت هو ولا والله لا زي ما قلت لك نحكي في الدوري السعودي بالضبط إيه نتمنى مثلا يكون في الدوري قامس المباراه كي تشبح نيمار كريستيانو الان يختلف طبعا شوف السعوديه تعيش طفره كبيره في كره القدم في جميع المجالات بصراحه تطور كبير جدا رؤيه 2030 قاعده معناها تقدم بشكل كبير على جميع المستويات كيف تكلم انت لاعبين كبار زي رونالدو زي نيمار نتمنى نكون في الوقت هذا في حاضر لان كل فريق عنده 8 لاعبين اجانب لو طارق في الوقت هو يلعب اساسي في الهلال اساسي لا في الهلال يلعب اساسي امكانيات كيهم لاعبين اجانب لكن حتى انا عندي امكانيات في الدوري السعودي انت كيف تلعب انت ثلاثه محترفين تكون من ضمن ثلاثه معناتها لاعب كبير صح انا لاعب عنده قيمه وتركنا بصمه في الهلال سواء في الهلال او في الشباب بالعكس الان كيف تلعب على تلعب سبعة ملاعبين أجانب يساعدوك أكثر في الملعب لأن حتى عالميا الدوري مثلا السعودي الآن تنقل قريب 13-14 قناة رونالدو ونيمار أعطوا صدى كبير للدوري السعودي هم جزء من المشروع طور الكرة السعودية بشكل كبير شفنا أغلب اللاعبين لا في المنتخبات الأوروبية حتى المنتخبات الأفريقية ينشطوا في الدوري السعودي
شفنا مستوياتهم الكبير. هذا يدل على التطور والخطه والفكر بيستمروا فيه هم. ايه استراتيجيه على المدى البعيد. لكن سمعنا احنا ان في بعض اللاعبين يبوا يطلعوا من الدوري. لا والله بيطلع ذاك اللاعب على حسب تاقلمه، في لاعبين ما تاقلموش عنده حريه الانتقال، لكن تتكلم الدوري السعودي من ناحيه معناها الريتم، من ناحيه المستويات حيكون معنا في السنوات القادمه من التوب فايف على مستوى العالم. الان نشوفه من الدوري السعودي، ممكن الهلال السعودي من الانديه الان اقوى خط هجوم على مستوى الدوريات الخمسه الكبيره في العالم، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، ما خسرش ولا خساره. لهذا الناس المسؤولين في الرياضه في السعوديه النظره كبيره جدا. الدوري السعودي يتطور بشكل كبير، متابعه جماهيريه، وفي ناس ممكن يقول لك تاثر على المنتخب، بالعكس اللاعبين السعوديين الان يستفادوا من اللاعبين الكبار سواء في التدريبات سواء في اللاعبين المنافسين، ويطور المستوى بشكل كبير، وحنشوفه في السنوات القادمه لاعبين سعوديين محترفين في الخارج. الفتره الماضيه في السوشيال ميديا شفت صوره ليك انت وسيد عبد الحفيظ في نادي الاهلي المصري، قديمه ولا جديده؟ لا هذه صوره قديمه، هذه طبعا كانت قبل الكورونا. قبل الكورونا كان اتفاق طبعا، كانت الهلال والاهلي المصري كانت يوم 30 مارس سنتين 2020، لكن حصلت الكورونا والمباراه. ليش اخترت الاهلي المصري؟ والله طبعا شوف الاهلي المصري عنده قاعده جماهيريه كبيره، اكبر من فريق في افريقيا، يقابل مع الهلال اكبر فريق في اسيا. لو انضميت ليكون اضافه للجاليه إيه؟ المصريه معناها بشكل كبير في السعوديه، وحتكون معناها حيكون مهرجان كبير بين الجمهور السعودي والجمهور المصري. لو انضميت وتم الانتقال للنادي الاهلي المصري تكون اضافه كبيره في مسيره طارق. اكيد طبعا الاهلي المصري هم اصلا كيف تبون الاهلي المصري طبعا يعرفوا قيمه طارق التايب، لكن زي ما تعرف انت وقت مانويل جوزيه احنا بعد مباراه منتخب ليبيا لعبنا في تصفيات افريقيا سنه 2000 فزنا في بنغازي كمدرب مصلي والتورغي الهدف الاول، قدمت مستوى كبير كالمدرب الله يرحمه المدرب الجوهري. جوهري تصور انت بعد المباراه هذه معناها مباراه كبيره ضد منتخب مصر، مصر كان حوصله كلها بالانديه المصريه. ايه مانويل جوزيه كان مع عادل القيعي كان هو مدير الانتدابات، وقت معناها جلسنا في نقاشات قال ما انا نبوك ما انا في تيست، قلت له قبل اسبوعين فايز على المنتخب المصري كامل في بنغازي، كيف تقول ما انا تيست عيب ما انا في حقك كلاعب، سلمت عليهم وما وقعتش مع النادي لان طريقه التعامل ما كانت جيده من المدرب مانويل جوزيه. بعد فتره ممكن 3 4 سنوات قابلت مع الاستاذ عادل القيعي قال لي ممكن اكبر شيء ندمت عليه اني كيف ما وقعتش معاك وجيتنا معنا عندنا وكيف ما وقعتش معاك، انا اكبر منام خطا اني ما وقعتش معاك في ذاك الوقت، انك انت قيمه كبيره وكان منا سوء تفاهم انا من المدرب مانويل جوزيه. طبعا الكابتن وصلنا معه لنهايه الحلقه، فالسنه الماضيه كان معنا في تجربه السياره، فمش حابين نعاودوها لك السنه هي. لا السنه هذه لعبنا لك مباراه ربحت محمد 3-0. حاجه خفيفه هيك على السريع، كريستيانو تو يلعب في السعوديه، انت سبق ولعبت معه، اللقطه الشهيره بتاع كريستيانو لما وقف على الكوره، انت شنو تفسرها طارق؟ طيب شنو يفسرها؟ انا كيف اخذت الكوره ووقف؟ ايه هذيك شنو تفسرها؟ هو ما بيش يخشها والحاج ما كانش يبي يندفع، ونفس الوقت زي اللوع من الكبر معناها انت شنو تدير فهمت؟ ما حسيت تمام خاف من بومشي ولا حاجه؟ ممكن ايه ممكن ويفرا حتى وطاح هذا المره شجع في فرنسا ما ايفرا طاح قال لي لا ما طاحش مانشستر شوف هذاك 3-2 في عز مانشستر هذيك السنه لعبوا الفاينل شامبيونز ليج ضد تشيلسي 3-2 وكانت مباراه معناها جيجوس يلعب تيفيز ناني عندك واي روني انا في فردناند فاندرسار ولقطه رونالدو الى الان واخذه صدى كبير حتى في التوك توك فهمت ما كانش بيقدم وكانت معناها من علامات الفارقه في المباراه ما كانش في احتكاك وبينك وبينه في الملعب لا لا بالعكس ما قال لك شيء ما قال لا لا بالعكس المباراه كانت طبعا هي اعتزال ما جا سلم عليك بعد المباراه ولا قال لك حاجه لا سلمنا عادي بالعكس على اللاعبين صح ما تغيرناش تيشرتات هم كانوا زعلانين شويه انه خسر المباراه تعرف دائما عندهم شويه الغرور كيف فهمت الليجو لكن تبقى في التاريخ معناها تفوز على مانشستر يونايتد في مباراه وديه 3-2 نور كابتن وصلنا معك لختام الحلقه نشكرك حتى على اعطاء الوقت اليوم بارك الله فيك محمد ونشكر مازن واتمنى لكم دائما التوفيق في برامجكم مجهودكم تشكر عليه وان شاء الله نتلاقوا في مناسبات قادمه ومنور على الاسيست اللي اعطيته لي اليوم اول اسيست في حياتك اول اسيست هو مشاركه دوليه مع طارق التايبي لكن تسجلها في السي في بتاعك لكن قبلها في اربعه تاخذ بها دوره السي مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه الى ان نلتقي في حلقه جديده الى حينها تقبلوا تحياتي محمد مسعود والى اللقاء